اصبر خيي اصبر 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 اولي اصبر خلينا الدنيا تهنى هنا هي لك عايشه خمس ساعات الجيران ما يمكنش الدنيا كتحافظ جيران ماشي شريك تاع راه ما كاين الجيران. كانت الأجواء هادئة والحياة تسير برتابتها اليومية في أحد أحياء سيدي علال البحراوي شمال غرب المغرب، وفجأة انقلب الحال رأسا على عقب وتعالى الصراخ والذي يأتي من إحدى الشقق والفاعل شاحن موبايل. لم يكن في الشقة إلا أم وابنتها الرضيعة وهبة بنتها البكر ذات الأربع سنوات. احترق الشاحن سريعا، مسكت النار في الفرش، الأم سارعت لإخراج الرضيعة أولا، وحين حاولت العودة وجدت الباب مغلقا وقد نسيت المفتاح في الداخل، وبقيت هبة تصرخ وتحاصرها النيران. هربت للبلكونة، اتحشرت بين النيران والسياج الحديد. نصف ساعة مرت كالدهر، الناس في الشارع يصرخون ينتحبون يقفون عاجزين، ووحدات الحماية المدنية المطافي والإسعاف لم يأتوا إلا بعد مرور أكثر من 30 دقيقة كما أجمع كل شهود العيان. والأدهى أن المعدات كانت بدائية. موقع المغرب اليوم قال أنه تم توجيه انتقادات إلى جهاز الإطفاء الذي اكتفى برش المية بطريقة لا تكاد تصل إلى النيران. عوض وارحق بنبينا عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استعمال السلم لإنقاذ الطفلة الموجودة بالطابق الأول. وعندما وصلوا إلى الطفلة هبة ونقلوها المستشفى تيفنت، لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالحروق الشديدة التي لحقت بها، فيما نجت أمها وأختها الرضيعة من الحادث. الناس غاضبون يتألمون يشكون من الإهمال ومن ضعف الأمكانيات. عربية مطافي واحدة لمدينة بالكامل، هكذا قالوا. ابتوا أخويا فيكم ابتوا، وناش ما يعتقوش وناش وناش ما يعتقوش لي أخويا وناش وانا اشتحرك فيك ميشتوناش. المؤلم ان الاهالي قارنوا بين كمية المية وقوتها وعنف اندفاعها، المية اللي كانت تضخ على المتظاهرين من الأساتذة المتعاقدين لتفريق تظاهرتهم. قارنوا بين المية دي وبين المية الخجولة الضعيفة البائسة والتي كانت تضخ لذر الرماد في العيون، فهي لم تكن أبدا لتنقذ هبة. يتداول الناس في بلدنا المغرب مقولة مؤلمة في 24 ساعة الأخيرة، قال لك ميتهم عنيفة علينا لما نطلبوا بحقوقنا، ضعيفة لدرجة الرثاء عندما يطلقوها لحفظ فقط حقنا في الحياة. الله غير.